Bonjour les amis de Génial. Aujourd'hui, je fais une promenade dans une palmerie. Un vrai danseur Soudou, comment dirais-je, qui soigne les maladies, sur Soudou thermal. النهاردة أصدقائي 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 جينيال، النهاردة بحييكم من حديقة للنخيل في منتهى الروعة بجوار عين سجام، ودي موجودة زي ما قلنا في الواحات البحرية في البويتي، وده جمال ما فيش بعد كده، وهدوء مع أصوات العصافير. فيعني جانفي تو الموند دو فينير إسي، أنكوراجي لو توريزم انتيريور، نشجع السياحة الداخلية. Les gens, les amis, tout le monde, je vous invite de venir ici. Ah, ma fiche سياحة أجانب بس ممكن يبقى في سياحة داخلية ومش لازم تكون في آثار في سياحة السياحة العلاجية والاستشفاء بالإضافة إلى التمتع بجمال الطبيعة. زي ما الأستاذ صالح محمد علي رفيقي في الرحلة المرة دي بيقول إن هنا لا فيردير الخضرة وديزير الخضرة في وسط الصحراء. بنمشي مسافة تقريبا 300 كيلو وبتيجي معتقد ان مش هتلاقي حاجة بعد هذا الطريق، وتفاجأ ان في واحة جميلة محاطة بأشجار النخيل والخضرة في كل مكان، وعيون المياه الكبريتية اللي بتساعد على شفاء الأمراض. فعلا منظر أكثر من رائع، إضافة إلى البحيرة اللي صورنا عندها امبارح. دعوة لكل المصريين، تعالوا زوروا الواحات وزوروا بلادكم، وشجعوا الأجانب حتى ان هم ييجوا. انا مش بس باجي الاماكن دي عشان انا بحس براحه، لا، بور دير ا تو الموند نو افون بوكو دو شوز ا فيزيتي اون ايجيبت، با سولمون لو مونيمون تورستيك او بيان فارعونيك، مي نو افون لا ناتور اكسترا اوردينير، لا ناتور جينيال افيك لا فيردور بارتو، افيك لو كالم، لوان دو بوليسيون، لوان دو بوي. J'aime l'Égypte.